السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مصر البلد، تغطية حية ومباشرة مع الشعب. النهاردة في تاني يوم للتعديلات الدستورية بنجتمع على الشاشة الأكثر مشاهدة، شاشة كل المصريين مصر البلد. ومش جاي لوحدي، ده أنا جاي معايا زميلي الإعلامي المتفوق المتميز الهواري اللي بيشرفني. أهلا بك يا أستاذ هاني، منورني. برحب بك يا محمد، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، على مستوى المحافظات، على مستوى المدن، على مستوى الكرة، على مستوى النجوع، على مستوى العالم. النهاردة وكل المصريين الجمال، شعب مصر العظيم، والنهارده اليوم الثالث بالخارج، يعني بنكن لكل اهالينا على مستوى الجاليات المصريه في كل مكان بالف خير وصحه وسعاده. واليوم الثاني من داخل مصر يا محمد، وبنقول يا رب الهمه لشعب مصر العظيم، لان بالفعل بدا شعب مصر العظيم يسطر التاريخ. وخلينا اقول لك كمان يا هاني، حالة رسموها المصريين من النساء والرجال والشيوخ والأطفال، حالة ديمقراطية، والأطفال أعني بيها النهاردة بيقوموا بالتدريب على الاستحقاقات الانتخابية والاستحقاقات التاريخية. النهاردة الطفل لما بينزل لجنة ويشوف والده أو والدته بتاخد خطوة الاقتراع أو إنها تدلي بصوتها، بشوف إن ده تدريب جيد جدا. أعتقد بعد 10 أو 15 سنة يبقى معايا. أنت كمان لأ، طب أقول جملتي بس كمان، هقول لك أنا قصدي إيه من موضوع الأطفال، هقول لك عشان إحنا كده هنقطع على بعض. اتفضل. وجود الأطفال النهاردة يا أستاذ هاني يخليني أشوف إن الطفل بعد 15 سنة هيقوم بالدور الانتخابي من غير ما نقول له أو من غير ما نفهمه أو من غير ما نوعيه، أوتوماتيك في انتخابات او في اقتراعات هتلاقيه بينزل يدلي بصوته لوحده. لا خلي بالك برضو، الام المصريه لما دعمت الطفل في حاله من الروعه وحاله من الوطنيه وحاله من التكاتف الاسري حوالين اللجان وحوالين الاستفتاء، ادت روح وادت معنى وادت شكل حضاري. وغير كده يا محمد، احنا نرجع نبص بالامس اول يوم في الاقتراع على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدن، اشتراك الشباب كان بصوره جميله جدا، وكانت بصوره اول مره الشباب النهارده ينزل ويشارك ويعمل الصح بالفعل في اللجان في الاستفتاء. وخلي بالك كمان المسنين، يعني احنا معانا بعض الصور الحيه وبعض اللقطات الحيه لبعض الناس الكبيره في السن، اللي بالفعل في ناس قعدت بالشهور انها ما تنزلش من البيوت ونزلت بسبب موضوع الاقتراع والاستفتاء على الدستور وتسطير التاريخ، ويعني يدوا للعالم ما مدى حب الشعب المصري للبلد، وما مدى الرقي يعني للشعب المصري في حاله من الروح الوطنية للصد للمؤامرات اللي جاية خارج. وخلي بقى الكارهين والحاقدين والناس اللي بتزيد علينا، بعض الناس يقول لك اصل هم نازلين عشان مش عارف ينزلوا ياخدوا ايه، اصل الشنطة اللي الناس بينزلوا ياخدوها وكرتونة ايه، لا كرتونة ولا شنطة، احنا محدش بيقول لنا نعمل حاجة. اللي حصل النهاردة واللي حصل امبارح واللي حصل في الخارج، واعنيه بالخارج، في الخارج مش محتاجين حاجة يعني ان شاء الله، لا عرص. الناس بره كمان يا استاذ هاني مش محتاجين حاجة، يعني لو انت فكرك اصل هم نزلوا هنا او بينزلوا خلي هنا، خلي بالك ما انت ناقش الموضوع ده في برنامجك بكل جراءة، وانا يمكن ناقشته في احداث الساعة، موضوع السوشيال ميديا وموضوع الفتن والاشاعات. هم كانوا بيتربصوا بهذا الامر من فترة وجيزة، ان هم ازاي يضربوا موضوع الاستفتاء البلاد اللي هي بتتآمر على مصر، او الصوابع الخفية اللي احنا بنقول عليها، وكلنا نعلم منهم الصوابع الخفية اللي بتحاول ان هي تتلاعب على موضوع السوشيال ميديا والصفحات التواصل الاجتماعي، وكانوا بيحاولوا ان هم يعني يدوا الصوره ويعكسوا الصوره ان يعني المصريين مش هينزلوا بالكثافه دي. انت النهارده المشهد بقى حضاري. او عايز اقول لك على حاجه، الكارهين هيفضلوا شايفينك وحش، يعني نزل كتير قوي يقول لك يا بص ده هم نازلين عشان هو اتقال لهم انزلوا، عشان هم قعدوا يقولوا لهم لازم يعني وجهونا. نعم ده كاره. طيب الكاره لو ما حدش نزل لك شفت ما حدش نازل، اصل ما حدش عاجبه الكلام وما حدش مقتنع، لانه كاره واقعيا. والله انا في 3 ايام عيد، ده عرس. لا انا في 3 ايام عيد، عرس. انا ماشي في الشارع. طب بما انك بقى قلت عيد، تعال نقول للاقباط كل سنه وانتم طيبين، وطبعا احتفال اخواتنا الاقباط، لان احنا زي ما بنقول احنا لم نتوجه من اي احد، بل بالعكس احنا الوطنيه يعني النهارده ما حدش زايد علينا، الوطنيه بتحكم علينا كاداره قناه مصر البلد ان يكون عندنا وطنيه حقيقيه، وبذلك احنا طلعنا النهارده ان احنا نشارك
اهالينا واخواتنا والدوله المصريه في الاستفتاء والاقتراع على الدستور المصري. طيب خليني اقول باسم قناه مصر البلد سيد رئيس مجلس الاداره السيد خالد كمال والعضو المنتدب الصقر صقر الغلابه المهندس مصطفى كمال والعاملين فيها من مخرجين ومصورين وكمان زملائي الاعلاميين، بنوجه التحيه والتهاني والتقدير للمصريين بشكل عام، وخليني اقول تهنئه بمناسبه النصف من شعبان لكل مسلمي مصري في العالم والامه العربيه جميعا، اتمنى لكم يا رب ايام سعيده. واحنا بنكمل على شهر رمضان. يعني كان يهمنا اقول كل سنه وانتم طيبين. دي الصور عائلات الحكيم. صقر يعني صقر الغلابه. هو لا احنا بنقول عليه صقر واسد، ومحبي الناس ليه هي دي اللي مجمعه حوالين الناس بجد. ويمكن عائلات الحكيم في بعض من الناس اللي هي بتحاول ان هي يعني تتلاعب معهم وبيحاولوا ان هم يشككوا في حب الناس ليهم، بل بالعكس احنا يمكن نزلنا وشفنا وقعدنا، ولما نزلنا من البلد بتاعتهم منطقتهم لقينا في ناس بتحبهم كتير قوي قوي قوي. خليني اقول لك كلمه انا اقصد ايه بصقر الغلاب. نعم. الصقر من وجهه نظري هو اللي بيقدر يستشعر الخطر بدري عن ميعاده. الصقر اللي بيقدر يشوف الامور من فوق، عشان كده لما اطلقوا على المهندس مصطفى كمال صقر الغلابه ده لانه بيشوف الامور من فوق، مش بيشوفها زي الناس كده او بيحل المشكله تباعا زي ما بتظهر قدامه. لا، المهندس مصطفى كمال بيبقى واعي وحريص ومتابع ومفكر لحلول الازمات، عشان كده في الاليوبيه اي دبه نمله بتحصل بيحس بيها. نعم. باخد اتصال تليفوني من صقر الغلابه مهندس مصطفى كمال. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك استاذ محمد، كل سنه طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. احيي حضرتك واحيي الاستاذ هاني. تحياتي يا باشمهندس يعني، وكل سنه وعليك طيب يا اسد الغلابه. الله يخليك هاني بيه، وطبعا انا سعيد طبعا ان انا عامل مداخله مع حضرتك. شرف شرف يا فندم. وطبعا انا عارف طبعا ان انتوا يعني مين اللي هي اللي انا بعتز بيها، والناس اللي هي لها قامه عندي وعند المصريين عامه يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا مصطفى بيه. ربنا يخليك. وطبعا انا بتكلم طبعا على طبعا بمناسبه طبعا التعديلات الدستوريه. نعم. طبعا احنا مؤيدين للدستور وبنعرف الدستور ونعرف القياده السياسيه ونعرف كل الكيادات المحترمه الموجوده داخل مصر. نعم. ونتمنى لهم طبعا التوفيق، وطبعا انت عارف طبعا ان احنا بنشكر طبعا كل اللي هو وقف مع مصطفى كمال، واشكر طبعا كل الساده النواب اللي وقفت معايا، وبالاخص السيده النائبه سلاف درويش. نعم. هي طبعا اثبتت ان المراه لها دور فعال في المجتمع المصري، وده يثبت لي ان المراه معايا في التعديلات الدستوريه كانت في مكانها وفي مكانها الصحيح، وفعلا ده يثبت ان التعديلات الدستوريه في مسارها الصحيح. وهي طبعا اشكرها على انها قامت بدور تعال قوي جدا داخل محافظه الاليوبيه للتعديلات الدستوريه. طبعا نتمنى لها طبعا التوفيق والمزيد والعطاء لمحافظه الاليوبيه وبالاخص على مستوى الجمهوريه. وطبعا اتكلم على ان النائب شكري رشاد شكري طبعا من النواب المحترمه عند دير التوخ قام بدوره فعال جدا. طبعا اتمنى له طبعا التوفيق، وطبعا اشكر كل اهلي والناس الموجودين في محافظه الاليوبيه، وكلهم طبعا بالاخص كلهم بالكامل قاموا بدور كبير جدا في تفعيل التعديلات الدستوريه، وبالتالي نعم بالدستور. وطبعا انا طبعا استاذ محمد والاستاذ هاني انا بتكلم على نقطه مهمه. احنا في مرحله صعبه. نعم. طبيعي اي واحد في عمل عام او في عمل خدمي يتكلم على ان ده معرض له في اي وقت من الاوقات ان هو يتوقف، لان احنا بنتكلم على ان احنا ما بنحسبهاش احنا ماشيين ازاي ولا جايين ازاي. بنتكلم عن احنا ازاي نقف جنب بلدنا، ازاي نساعد لبلدنا. في ناس بتبقى ناس مغرضه ان هي ازاي توقع الناس ديت عشان ما بقاش لهم هدف او وجود في المكان او في داخل العمل العام او داخل العمل الخدمي. فده كله في الاول وفي الاخر في الاطار ان انا عايز بس اوضحه، مش عايز اطول على حضراتكم. ان العمل العام او العمل الخدمي للناس البسطاء، ان احنا لازم نكون شريكين الدوله، شريكين القيادات التنفيذيه عشان نقدر نساعد عشان نتقدم للامام. بس للاسف الشديد في بعض الناس المغرضه
في بعض الناس اللي هي حاولت تعطل القيادات، تعطل القياده السياسيه عشان عاوز يظهر لذاته هو شخصه وليس للناس او يساعد القياده التنفيذيه، وده اللي احنا بنعاني منه، وده اللي احنا للاسف الشديد اللي بيأخرنا لورا. وانا بناشد من خلال برنامجكم المحترم واللقاء المحترم دوت ان كل واحد لو نسي ذاته شويه مع حضرتك صدقني احنا هنتقدم للامام. ليه؟ لان احنا بنتكلم على ان كل واحد عشان يبص لنفسه سيب تماما ان احنا عمرنا ما هنتقدم. لو احنا بصينا للبلد وخدنا على البلد سيب تماما احنا مش هيبقى حد يبقى زينا، هيبقى احسن من اي حد في العالم. بس للاسف الشديد في بقى ناس نفوسها ضعيفه، وطبعا كل ما هو عايز يروج اشاعات وكل ما هو عاوز يظهر نفسه ان هو يعني البطل وهو الزعيم وهو اللي مفيش على الحجر، ده كله في الاول وفي الاخر نتائج هتعود علينا احنا كمواطنين وكاهالينا بالسلب. وللاسف الشديد ده احنا بنعاني منه يا استاذ محمد. صحيح. وبالتالي احنا بنتمنى لكم طبعا التوفيق، واشكرك طبعا يا استاذ محمد. انا طبعا بشكرك جدا المهندس مصطفى كمال صقر الغلابه، وعايز اقول الناجح هيفضل ناجح، والناس اللي بتزايد ملكوش مكان على الارض. في موضوع مفيش موضوع، بس الكلام ده بسرنا في يوم من الايام هنحط تحتيه 200 خط. في ناس بتزايد، في ناس بتصطاد في الماء العكر، في ناس بتيجي على الناجح وتحاول تشوه الصورة، في ناس تقول لك اصل في القوي بيبان وقت الشدائد. لا، القوي بيبان وقت الشدائد، القوي طول الوقت مستمر في خدمة الناس، القوي ما استناش معاد لا الانتخابات ولا استحقاق ولا استنى هدف معين عشان يظهر في نفسه. اللي بيخدم الناس بيخدم الناس لوجه الله تعالى اولا، ثانيا حبا في خدمة الناس. لا وانا عايز اقول حاجة، رب العالمين بيبعتها للبعض. يعني برضو معانا الباشمهندس مصطفى، نقول لكل مجتهد النصيب. واحنا يعني النهارده لما يكون في زمره المهندس مصطفى على مستوى الاليوبيه وله اجتهاد في العمل العام والعمل الخدمي للناس، ده اكيد لازم ان يكون هناك ناس بتحارب، لان انت عارف ان بعض الناس المغرضه اللي هي بتحاول ان هي تتصدر المشاهد في حالات الانتخابات في حالات الاستفتاءات على سبيل ان هم يركبوا على الناس اللي بتحاول ان هي تخدم الناس بالفعل، فده ما ياثرش، ده بالعكس بيزيد اي شخص ناجح حماس اكتر، بيزيد اصرار وعزيمه في خدمه الوطن، لان اللي بيخدم الوطن مش محتاج مناصب. وانا عايز اقول لاصحاب السبوبه، عايز اقول لاصحاب الفكر العقيم، الفكر الذي يحمل المصلحه فقط، اعلى ما في خيرك فانططيه وعليه افضل السروج. المهندس مصطفى كمال ظهر وسند اولا بعد ربنا لينا والاهالي الاليوبيه وللناس الطيبه الغلابه اللي هو شايل همهم. الناس كلها بتنام على المخده تحلم ببكره، وهو طول الوقت عمال يحلم بامبارح اللي هيشيل امال الناس الغلابه هناك في الاليوبيه. المهندس مصطفى كمال، سؤالي الاخير لحضرتك، او مش سؤالي، هو درس وعظه اتعلمه لنا انا وزميلي هاني الهواري. حضرتك رغم كل الهموم والاوجاع اللي بيعاني منها بعض الاهالي اللي بتجيلك، قول لنا يا فندم نصيحه، هل يا ترى نمل ولا ناخد من روحك اللي انت شايف فيها ان خدمه الاهالي الشرف بعيدا عن المناصب؟ والدليل ان حضرتك بمنصب او من غير منصب بتنام وتقوم تفكر في خدمتهم فقط، فقول لنا يا فندم الدرس والعظه نمشي بيه. ما هو ده اللي حصل، ما دي ضريبه اللي احنا بندفعها معايا، ان احنا بنقف جنب ناسنا واهالينا، وفي نفس الوقت دي ضريبه العمل الخدمي والعمل العام. دي لان في الاول وفي الاخر ده مبادئ وده قيم ما نقدرش نغيرها مهما كانت الظروف. صحيح. نعم ما نقدرش نغيرها، لان احنا عمرنا ما نغير مبادئنا ونغير قيمنا اللي احنا اتعلمنا عليها وتربينا عليها. لان احنا في الاول وفي الاخر بتتكلم يا استاذ محمد ان احنا بنقول ان احنا بلد ريفي معايا، احنا ربنا على الطبليه ما ضربناش بشوكه ولا سكينه، لا احنا عارفين يعني ايه الكلمه بتطلع ازاي، يعني ايه تقف جنب الراجل البسيط، يعني ايه تسنده، يعني ايه تقف بدون مقابل، يعني ايه تجيب له حقه بدون مقابل. مش القصه مين دوت
قلت لي مين؟ ده هيديني ايه؟ انا هستفاد منه ايه؟ ده كلها ديت حاجات مغرضه واحنا متجردين منها ونتعشى من وجه الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكافئنا في الاخره وليس في الدنيا، احنا مش عايزين حاجه بالدنيا، احنا لو عايزين حاجه بالدنيا ابسط حاجه انا ولا ليا دعوه ولا عمل عام ولا عمل خدمي، انا خليني بس في اعمالي والبزنس بتاعي وخلاص، شكرا على كده، انا ولا ليا دعوه في سين ولا ليا دعوه في صاد. انا بدور على حاجه واحده بس، بدور على ان يعني هل لسه نفضل ان احنا نحارب عشان اغراضها الشخصيه؟ هل احنا لسه منتظرين عشان احنا عاوزين ايه من الدنيا مش عاوزين الاخره؟ بس مهندس مصطفى، انت تعلم جيدا ان هناك بعض المؤامرات على مصر من الخارج وبعض من المغردين على مصر من الداخل، وده اكيد صوره بتنعكس وبتدي رؤيه برضو على احد الناجحين من رجال الاعمال او من رجال العمل الخدمي والعمل العام. سبب وقوع مصر ايه؟ ما هي الاشاعات اللي هي المغرضه اللي هي بتزرع في افكار اهالينا وشبابنا للاسف دي عشان يغيروا المفهوم اللي المفترض كعادات والقيم والاخلاق ان احنا نحافظ على بلادنا على وطنيتها ونحافظ على الوطن بتاعنا للاسف الشديد. ما هي الاشاعات ديت هي اللي وقعت مصر ومزايده المخططات والاجندات الداخليه والخارجيه والناس اللي هي مغرضه للمستهدفه ان هي توقع الناس اللي هي عاوزه تقف وتشارك مع الدوله. في الاول وفي الاخر هو بيدور على اغراضه الشخصيه فقط لا غير. وعاوز اوصل لحضرتك حاجه واحده بس، ان احنا بنتكلم عن ان احنا ازاي نغير المفهوم اللي داخل افكار او قول شبابنا او قول اهالينا من الناس اللي هي زي ما تقول اتشبعت، اللي هي متخصصة ان هي تاخد اجر ان هي ازاي ينشروا الاشاعات ويزرعوا الافكار الوهمية اللي داخل عقول شبابنا واهالينا. للاسف الشديد دي اخطر حاجة وده اخطر سلاح احنا بنواجهه هنا في مصر. نعم. والشعوب العربية عامة وليس هنا في مصر يا استاذ محمد. صحيح صحيح. لا وليس هنا في مصر للاسف الشديد. والشعوب العربيه وايه سبب انهيار الشعوب العربيه؟ سبب وقوع الدول العربيه. سببها ايه؟ سببها ان هو ازاي يغير المفهوم والوطنيه بتاعته والانتماء لبلده في سبيل ان هو عايز يوقع البلد. نتيجه ايه؟ نتيجه اغراض شخصيه، اجندات داخليه. نعم. او مخططات خارجيه. للاسف الشديد احنا هنا بنتحارب ولسه ما زال بنتحارب، ازاي ندوره على الشخصيات اللي هي تقدر تساعد او تساند الناس او تساند الدوله او تساند القيادات السياسيه او تساند القيادات التنفيذيه؟ في الاول وفي الاخر يقول لك لا ده خطر، يعني خطر على ايه يا ابني؟ خطر عليك انت شخصك ولا خطر على الدوله؟ من عايز افهم فاهمان يا عايز افهم خطر على ايه؟ خطر عليك انت لشخصيتك او اطماعك الشخصيه ولا خطر على الدوله؟ ما انا عايز افهمها وصلها لي معاني. لو قلت كده يا عم احنا نغير احنا نحيط واحنا ما احنا عايزين نغير برضه للاحسن. بس هل انا انت هتقنعني بالغلط؟ هل انت هتوهمني بان انت صح وانا غلط؟ طبعا لا طبعا لا. بس مهندس مصطفى، عايزين نعرف الاجواء في الالويه عامله ايه النهارده في تاني يوم للاستفتاء؟ عايزين نفرح المصريين كده ونحس المصريين على المشاركه والنزول. عايزك تدينا رؤيه كده، ايه اللي بيتم في الالويه النهارده من الحس الوطني لاهالينا في الالويه؟ والله انا كنت النهارده كنت قاعد في مكان مغلق لمده 5 ايام معايا. نعم. وللاسف الشديد ما كنتش متابع الاحداث، بس انا كنت بتابع يعني الناس المحبين. وكان في بعض الشخصيات المحترمه اللي موجوده في اليوب وفي دوخ وفي محافظه الالويه عامه، في قيادات عظيمه وفي نواب محترمه معايا. حتى المراه عملت دور جبار جدا في التعديلات الدستوريه، وكان في اقبال محترم وكان اقبال يشرف. وطبعا دي هي دي مصر، وهي دي الناس البسطاء، وهي دي الناس اللي هي عايزه تقف جنب بلدها، وهي دي الناس اللي عايزه تساعد بلدها. طبعا احنا بنتكلم عن ان القيادات التنفيذيه الموجوده وبنتكلم عن الناس المحترمه، فطبعا انا كنت اتمنى طبعا اكون متواجد في بس المكتب في مكتب حضرتك يا باشمهندس مصطفى. قدر طبعا. وطبعا احنا طبعا مكتب حضرتك يا باشمهندس مصطفى، مكتب حضرتك والولاد والشباب اللي شغالين معاك
ابعتوا لنا بعض الاجواء في الاليوبيه، وكمان عائلات الحكيم نفسها بقى متمثله في استاذ خالد الحكيم ومحمد الحكيم في الحس الوطني اللي عملوه. يعني مجموعه كبيره من عائلات الحكيم كانت مهتمه جدا، تحس مبدئيا الاهالي على المشاركه، ثانيا لها دور فعال جدا في فكره برضو مراعاه ما هو المطلوب عمله الان، شرح بعض المواد الدستوريه من خلال الشباب المثقف مؤهل الجامعي اللي حضرتك بتختاره دائما يشتغل وراك يعني. فانتوا ساعدتوا بصراحه، يعني انتوا قمتوا بدور في الفتره دي رغم عدم وجود سيادتك، طبعا لاسباب يعني ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك والظروف يعني بتاعت عملك اكيد هي اللي منعت ده، ولكن الشباب والعائله وشباب العائله و كبارات العيله عيله الحكيم دائما وابدا كانوا موجودين بين الاهالي، وبعتوا لنا كمان بعض الصور ومشاركات من امام بعض المدارس واللجان ويمكن في اجتماعات الاسره يعني. طبعا طبعا احنا بنتكلم طبعا زي ما قلت لحضرتك في بعض القيادات وفي بعض الشخصيات وفي بعض الاهالي وفي بعض العائله المحترمه وفي بعض المواطنين كل. على فكره عايز اوصل لك معلومه بس عشان تبقى انت فاهم يا استاذ محمد. ان 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 محافظه الاليوبيه محافظه يعني من الناس اللي هي قادمه على ان هي تقف جنب بلدها، عندها الوطنيه، عندها انتماء، وعارفه يعني ايه تعديلات دستوريه، وعارفه يعني ايه المرحله اللي احنا قادمين عليها من خلال التعديلات الدستوريه دي. هل فعلا هتضيف للبلد، هتضيف للوطن، هل هتساعد الكيادات التنفيذيه في التنميه الاقتصاديه، في تقدم للامام؟ ده كله وعي موجود بالفعل ومنتشر بشكل جيد ومحترم وفعاليه كويسه جدا وتبان على ارض الواقع. واحنا طبعا احنا مش بنقول الكلام دوت بالزايد عنهم، لا ده بالفعل موجوده بالفعل. وبالتالي احنا بنتكلم على ان للاسف الشديد طبعا في بعض الشخصيات يعني زي ما في حلو في وحش. طبعا بنتكلم بقى على الوحش للاسف هو 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 بيقود المسيره ان هو ازاي يغرق مركب عشان هو يتظاهر بس معايا وعلى على على سطح السفينه عشان ما يبقاش حد شايف اللي هو بس. اهالينا في الاليوبيه اذكياء جدا يا فندم، وانا اعلم جيدا جدا هم متعلمين الدرس كويس قوي. الشباب والستات والاطفال والشيوخ حتى في الاليوبيه يعلموا من الصالح ومن الطالح، هم يعلموا مين بيعمل من اجل الله سبحانه وتعالى ثم الوطن ثم اهالينا، وبرضو يعلموا مين اللي بيدور على السبوبه والمصلحه. بما انك صقر الغلابه، وده مش كلامي انا، ده وصف اهالينا في الاليوبيه لحضرتك، وكمان اهالينا في كل مكان، لان خدماتك مش بس بتقدمها لاهالي الاليوبيه، انت اي حد بيطرق بابك بيتفتح على مصراعيه، لان كمان بابك لم يغلق في وجه احد قبل ذلك. وخليني اقول جملة اخيرة، اسمح لي وانا بقول صقر الغلابة ضمت صقر الغلابة. اقول بس ابعت شكر للقوات المسلحة والشرطة انها بتدور جيد جدا في التعديلات الدستورية معايا، يعني حاجة تشرف وحاجة في مصر فعلا. نعم وفعلا حسينا بالامان والاستقرار، وبالتالي بنتمنى التوفيق والمزيد للوطن والعطاء للوطن. واحنا بنقول كشعب مصر احنا خلف القياده السياسيه وخلف القوات المسلحه وخلف الشرطه في سبيل ان نحافظ على الوطن، وليس عشان اغراض شخصيه، لا نحافظ على الوطن. صحيح. بالتالي احنا بنناشد وبنناشد كل ما هو مصري في الداخل او في الخارج، بنقول احنا بنبعت شكر خاص معايا للقياده السياسيه والقوات المسلحه والشرطه عن انه قام دور جيد جدا، حاجه تشرف، حاجه تليق بمصر للعالم كله. بشكرك جدا صقر الغلابه، دمت صقر ودمت سند ودمت ظهر لكل اهالينا في الاليوبيه ولينا احنا انا وزميلي هاني العواري. بشكرك جدا مهندس مصطفى كمال، عضو المنتدب لقناه مصر البلد، والاهم من كده هو من الغلابه ومن الاليوبيه الناس الطيبين الشرفاء اللي انا بموت في تراب رجليهم، والله لا نفاق ولا رياء، الاليوبيه ليها فضل عليا كبير يا استاذ. طبعا يا استاذ محمد ما ننساش نشكر برضو فريق القضاء الشامخ اللي بيمثل ملحمه في اللجان برضو بمشاركه القوات المسلحه المصريه، بمشاركه الشرطه المصريه، البواسل، بكل الاجهزه التنفيذيه اللي بتتلاحم النهارده، كل مؤسسات الدولة بتتلاحم على نغمات تحيا مصر. بجد احنا بنشكرهم من خلال قناة مصر البلد والبرنامج اللي بيجمعنا انا وحضرتك دلوقتي. طبعا
والنهارده انا سعيد جدا ان احنا بنقدم ملحمه وطنيه انا ومحمد سامي النهارده لشعب مصر العظيم، وبنحس المصريين النهارده يا ريت يعني كل ام مصريه بجد يعني قدموا. يا محمد الام المصريه قدمت مثل مشرف صحيح، وكل سيده مصريه قدمت مثل مشرف النهارده امام اللجان من قبل اللجان ما بتفتح، يعني ممكن اللجان بتفتح حوالي الساعه 9 هم بيبقوا موجودين على اللجان من الساعه 8 صباحا، ومنظر جميل ومنظر مشرف. وفي بعض المغردين زي ما انت عارف وبعض الجماعه الاقله اللي هم بيقعدوا يتراكبوا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والفرح والعرس اللي هو مصر النهارده بتبرزه للعالم كله بيقعد يقول لك اصل السيده بترقص، اصل هنرقص فرحه، لا هنرقص دي فرحه، لا احنا بنرقص دي فرحه، احنا بنعبر عن حبنا وعن فرحتنا بالطريقه دي. الاعداد يا جماعه كده حاول تعمل صور، معلش هاني معلش هاني، وفرج العالم كله هاني على المصريين والفرحه الجميله. هل يا ترى ان احنا نبقى فرحانين وبنرقص هل يشوب الدستور اي شائبه او تعديلاته لان السيده رقصت؟ دي واحده. الثانيه، هل يا ترى هي ارتدت ملابس للرقص؟ هي فرحانه لما بتفرح لابنها في فرحه بترقص له بالطريقه دي، في تنجيد ولادها البنات بترقص لهم بالرقصه دي، بلدها حاسه انها بتتقدم. لا عايز يا محمد اقول حته مهمه جدا، ايه المشكله؟ يعني شاورت بصبعك على موضوع مهم جدا، اشمعنى مصر بالذات لما بتبتدي تفرح يبتدوا يتلاعبوا عليهم من الخارج وعلى مواقع التواصل وعلى الصفحات اللي احنا يعني قلنا كتير وحاولنا ان احنا ندي توعيه للناس ونقول للشعب المصري العظيم خلي بالك مش كل الخبر، مش كل الاخبار اللي بتاخدها من على صفحات التواصل من المصادر اللي هي اللهويه، نخلي بالنا من الاشاعات اللي بتطلع من الجماعه المغردين اللي بيحاولوا يتلاعبوا حوالين الشعب المصري. النهارده عرس وتسطير للتاريخ، وقلنا قبل كده كتير وحبينا نوعي الناس، ولما بنطلع نتكلم بنتكلم باثباتات واقعيه، نرجع لايام 25 ونقول النهارده مصر بقت ايه من قوه انجازات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما مدى المشروع العملاق اللي بيتم النهارده في البنيه التحتيه لمصر؟ ما مدى النهارده المظهر الحضاري اللي بيتم النهارده والصوره المشرفه للمصريين؟ لازم كل ام مصريه توعي ابنها، لان النهارده مشاركه الابن مهمه جدا. والحكايه ما خلصتش، هي احنا ما قلناش ان خلاص احنا بنكلمكم ما بعد التعديلات الدستوريه، احنا لغايه النهارده يعني خليني اقول ادي بص يا محمد يعني عرس اهو، عرس حاجه تفرح، حاجه تفرح، وايه يعني ما فرحانين ونسقف ونمسك؟ لا لا بص العلامه المصريه بقى والمسمار البلدي وخليني اقول لك الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا، بص الشباب يا محمد بيرقص، ده الشباب نازل بيرقص. بعض الناس اللي فاهمه ان انا لما اطلع اعترض من باب الاعتراض ابقى انا كده مميز او انا كده فاهم، من يعني حد يقعد يقول لك ازاي قاعدين يسقفوا ويغنوا قدام اللجان كده؟ ده مصريين ومصريين ايه؟ ناس لا تعمل في اي حاجه في الدنيا غير ان احنا بنعترض كده، يعني لو قلت لهم صباح الخير يقول ليه قلت صباح الخير؟ ليه ما قلتش جود مورنينج افضل بكتير يعني؟ فيقول لك الناس عماله تسقف وتغني وماسكين اعلام، اه بنغني وبنسقف. والناس بترقص والسيده بترقص، لا ما اسمهاش بترقص مبدئيا. اسمها بتحتفل. اصل ازاي تحتفل بالطريقه دي؟ دي ما بتحتفلش في بيتهم بالطريقه دي. هي ايه الطريقة اصلا للاحتفال؟ ايه طريقة الاحتفال من وجهة نظرك؟ ايه العيب ان ست تقف تسقف او فرحانة او ان هي دي شايفت طريقة التعبير عن حبها وفرحتها بالطريقة دي؟ انت مش ملاحظ الموضوع ده بقى كتير؟ موضوع المعارضة كتير قوي على الفاضي وعلى المليان كتير بقى كتير قوي. كتير اي حد بيعارض في اي حاجة ما يبقى فاهم هو بيعارض ليه؟ بقت مشكلة. لا يقول لك عيب اصل الست تقف تعمل كده وعيب ترقص ترقص ايه؟ مبدئيا اللي وقفت رقصت دي ست عندها 55 ولا 60 سنة فرحانة بولادها في يوم من وجهه نظرها يوم عيد. اه بس هو ما كانش صح يا استاذ هاني يعملوا كده، ليه ما كانش صح؟ هو اللي صح انا انزل مكشر وادخل اللجنه احط صوتي واخرج متضايق عشان ايه يعني؟ المناسبه دي واحده. الثانيه، هل يا ترى احنا النهارده لما نزلوا فرحانين كده هم فرحانين لشخص ما ضد شخص ما؟ ابدا. ده نازلين استفتاء الدستور، استفتاء الدستور نعم ماشي، ما انا هقول لك لا بقى. ماشي هقول لك نزلنا هقول كل واحد بذمتك يا استاذ هقول لك انا هذممك بقى هقول لك عشان الذمه انت في اللجنه واديك نزلت واستفتيت اهو حد وجهك أو وجه يعني غيرك اهو او وجه غيرك ولا في اي توجيه خالص؟ بالعكس يا محمد والله العظيم انت انا اقول لك على حاجه، انا اول ما رحت اللجنه لقيت اللجنه بقوه غير طبيعيه. ما مدى جمال المصريين اللي واقفين قدام اللجان؟ اه احنا معروفين لبعض الناس
سلمت على الناس، سلمت على الامن، ابتديت اتعامل، خدت الرقم بتاعي، خدت لجنتي، دخلت جوه، بالفعل قدمت بطاقتي لمعالي السيد المستشار القاضي اللي ماسك اللجنه، رحت على رقمي، خدت الرقم بتاعي، قال لي سيب بطاقتك عند المستشار، سبت بطاقتي، رحت خدت ورقه الاقتراع، دخلت ورا الصندوق، علمت على اللي انا عايز اعلم عليه، انا مقتنع بيه وبحس المصريين عليه، وطبقت ورقتي وحطيتها في الصندوق وطلعت، خدت بطاقتي وعلمت صباعي وخرجت. وعايز اقول بس عرس عرس لحد، وعايز اقول لك إيه؟ احنا لا واحنا يعني كمان لحد احنا بنقول إيه؟ احنا بقى بنقول إيه؟ احنا بنقول أوه. احنا بنقول نعم للدستور، نعم ونعم للتعديلات، لا ده نعم ونعم ونعم ونعم. حد يطلع يقول لك انتوا ازاي تقولوا؟ بنقول ايه؟ احنا بنقول خطوه جديده في بناء وطن، خطوه جديده في مشروعات بنبنيها وبنكبرها وبنحافظ عليها. كوبري اكتوبر قعدنا يمكن 7-8 سنين بنبني في كوبري، احنا النهارده بنعمل اكبر شبكه طرق، ومش بس ده احنا طالعين كمان نقول للعالم تعالى موسوعة جينيس سجلي عندي، سجلي بص احنا بص احنا، ما هو انت مبصوص لك بقى. لا ده احنا لا بص ما احنا هنا في ناس هترصد النجاح ده. لا ده احنا مش بنعمل لسه كنا بنعمل مشروعات وبنسكت. لا مش بنعمل مشروعات وبنسكت يا جينيس. اكتب عندك اكبر محور واكبر كوبري، مش ده تسطير للتاريخ؟ تسطير للتاريخ طبعا. ما احنا لازم نقول للعالم لحظه. هل يا ترى بقى، خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، احنا دوله لا تتكلم، احنا دوله بقت تعمل بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصدي ايه اقول لكم؟ قصدي ما عملناش مشروع وقعدنا جنب كلنا نسقف الله عملنا المشروع. ما انا هقول لك حاجه رحمه الله عليها، احنا عملنا 11000 ام كلثوم وقف الخلق ينظرون كيف ابني قواعد المجد وحدي. انت النهارده بتبني قواعد المجد، انت النهارده لا احنا طلعنا احنا طلعنا بالمجد. ما أنا لا قواعد المجد دي مرحله فاتت، شبكه الطرق، شبكه احنا بنطلع بالمجد، العاصمه الاداريه، الصرح العظيم اللي بيتعمل، المباني النهارده، الانجازات اللي بتتم جوه المحافظات، ده المحافظات بقت تحس المحافظات، يعني عندك اسيوط، عندك سوهاج، عندك المنيا، عندك قنا، عندك بحري، اسكندريه، الموضوع بقى كبير، الموضوع بقى كبير. خليني اقول لك على حاجه، اتفضل. من كتر ما الفيديوهات والتغطية الكاملة اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر نعرضها على حضراتكم، وليه بنتكلم في المشروعات، المشروعات دي من وجهة نظري عشان تكبر وتكمل وتزيد محتاجة دستور يتعدل بجد، محتاجة نقول نعم بجد. هل يا ترى انت طالع النهاردة تقول لنا نقول نعم للدستور؟ اولا لو قلت ما فيهاش اي حاجة، بل بالعكس اللي بيحب البلد دي هيقول لها نعم. طيب لا النهارده انت المفروض تكلمنا عن التغطيه، بس هكلمكم عن التغطيه. تعال اوريكم. طب والله اقول لك حاجه قبل ما نروح، قبل ما نروح دي محمد، قبل ما نروح للفيديو، قبل ما نروح للفيديو بعد بعد اذن زميلي في الاعداد. طب والله اللي بيطلع يقول لك لا، واللي بيطلع يقول لك اصل الموضوع، والله ما فاهم حاجه ولا ارى ولا عارف الموضوع فيه ايه. هو زي ما احنا قلنا احنا واحنا بنقول تمثيل مشرف للمراه، قصة. تمثيل مشرف للمراه، لا احنا ما بنقولش تمثيل مشرف ولا تمثيل ملائم، ده احنا بنقول ربع مقاعد البرلمان للمرأة، شيء جميل. بنقول لذوي الاحتياجات الخاصة هتبقوا موجودين بتمثيل ملائم جدا. نعم. بنقول للفلاحين، وخلي بالك مهمة الفلاحين جدا والعمال دي عايزين لها حلقة أنا وأنت تاني. قصة كبيرة. عرض لنا الفيديوهات كده يا أستاذ أحمد. يلا أستاذ أحمد. وإحنا برضو وإحنا بنعرض الفيديوهات يا أستاذ هاني هتكلم معاك وأقف عند العمال والفلاحين. مهمة جدا طبعا. ليه؟ أولاً احنا زي ما احنا بص المنظر حاجه تفرح، حاجه مشرفه. شوف دلوقتي كميه والله ناس. والله تصل للتاريخ يا جمال المصريين. نقول لك بقى بص ده بيرقص يا جمال المصريين، يا عم فرحان والله يا جمال المصريين، عرسه عرسه فرح. عايزين نقول للمغردين الجماعه اللي قاعدين والله العظيم ثلاثه مع الدوله المصريه، الراجل ده بيعمل كده عشان هو عايز يعمل يا باشا من القلب. والله بيرقص من القلب، والله العظيم ثلاثه، الراجل ده بيعمل كده عشان فرحان انه بيعمل كده عشان ده من قلبه يا باشا، بيرقص لمصر، لأم الدنيا. الراجل ده بيرقص لأم الدنيا، وكل رقص النهارده قدام اللجان وهيرقصه في عرس مصر الجميل ده من قلبه. واللي عايز يدور على عيوب هيلاقي ألف عيب، عارف لو عايز يدور على عيوب في مشهد زي ده يقول لك شوف لابس جلابيه لونها غامق يوم التعديلات، لا ده ممكن يقول لك بص ده أكيد متضايق. والله العظيم والله حاجة، ده ممكن يقول لك ده بيهز العالم غلط. لا لا هو عايز يطلع عيبه وخلاص. لو انا عايز اطلع عيوب في الصوره او اطلع عيوب في المشهد المحترم الجميل ده، جميل والله، يقول لك والله بص جميل الراجل، الله على الشباب، لا بص الشاب من دول، الله على الشباب، لا ازاي يعمل كده، هيقول لك مهرجانات،
بص ادي الكلام اهو ده الكلام هيقول لك مهرجانات اهو ده الكلام انت ما بتبصش لنص الكوبايه المليان انت صح. سبت كل الناس اللي نزلت اللي عددها بالملايين وفي كل محافظات مصر حاجه مبهره من 9 يعني صباحا الناس بتتكلم بتتكلم على مصر والله بالصوره الحضاريه الصوره الجميله كانوا حاطين في اعتقادهم ان المصريين مش هينزلوا يعني قعدوا يتكلموا كده قبل الاستفتاء بفتره الشهر اللي فات ده كله الناس مش هتنزل وابتدوا يبثوا الموضوع ده في الشارع المصري انت عارف المصريين ما لهمش كتالوج ايوه المصري بيفاجئوا لا مش بيفاجئوا بقى بيفاجئوا. لا وعايز اقول لك على حاجه والمصري ما بيحبش ياخد الكلمه حد يمشي كلامه عليه او حد يعني يملي عليه الشروط بمعنى في ناس تطلع على السوشيال ميديا تقول لك هتنزل تنزل ليه لا ما تنزلش لا انا هنزل ما انت عشان انت قلت لي ما انزلش لا انا هنزل لان انزل دي لان البلد احتاجتني نعم. هو البلد احتاجتني وانت مش عايزني اروح الاعلام الماجور ابو صفاره اللي انت بتوصفه لا 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 هوصفه لك انا الاشقر الرخيص السهل الاشقر هو عارف نفسه اللي قاعد يا ابو صفاره ده ابو صفاره دي حكايه كبيره ابو صفاره ده مش النهارده بقى النهارده النهارده احنا فرحانين مش عايزين حاجه تضايقنا طب بالله مش عايزين نجيب سيره حد يضايقنا طب بالله عليك الاشقر ده والواد ابو كعب كوبايه والواد ابو كانيش الواد بتاع اللي انا قلت عليه قبل كده نعناع هو عارف نفسه كويس اللي هو بيترصدنا كل شويه بحاول هو يتلاعب احنا في عرس يا ابني انت وهو وخلي بالكم نعم للدستور نعم الف مليار نعم للدستور المصري العظيم والشعب مصر العظيم اللي سطر التاريخ اللي يعني النهارده شعب مصر والله العظيم يا محمد والله احنا عندنا شهداء عندنا شهداء عندنا كل ام شهيد النهارده بتفرح بعرس مصر ده النهارده رجوع حق الشهداء اللي بيقدموه شعب مصر انت عارف انا كمان بصيتني ايه بصيتني لما بلاقي ست كبيره او راجل كبير والله العظيم بسال ست كبيره بقول لها انت هتنزلي بقى التعديلات الدستوريه دي وهتعملي ايه بقى فاهميني قالت لي انا هنزل عشان الرئيس السيسي قلت لها ايوه بس دي مش انتخابات دي تعديلات الدستوريه قالت لي لا ما هو طالما التعديلات الدستوريه ودي في مصلحه الرئيس انا هنزل لاني بحبه وبحبه دي لا حد فاهمها ولا حد قال لها ولا حد حكى لها حاجه حب باقتناع حب باراده دخلت للست يا ريس حاسه بالامن والامان اللي بقت مصر لا حاسه بالمستقبل حاسه ب طبعا حاسه بواحد حاطط روحه عارف يا محمد حاطط روحه وحاطط حياته للمصري والمصريين وخليني اقول لك جمله والله انا يعني بحبش اتكلم عن الحكايه دي كتير لاني الكلام عن السيد الرئيس يعني محتاج قصه كبيره محتاج قصه كبيره بس وانا ما بحبش اعمل كده لاني انا ما انا هقول لك حاجه اما قعدت اتكلم واقول ان ما بينامش في ال 24 48 ساعه الناس قاعده تقول لك يعني ايه ما بينامش في ال 24 48 ساعه لا خلينا ده لغز لازم الناس تبقى حاطاه كده وتحط تحت منه 100 خط وتفهم يعني ايه ما نامش في ال 24 48 خليني اقول لك انا قصدي ايه السيد الرئيس كان يكفيه ربع المشروعات اللي بتتقدم دي ويكفينا فخرا ان احنا نقول له تسلم ايدك وتسلم الايادي نعم الربع اللي حصل الربع مش الربع. اللي احنا فيه الربع مش اللي احنا فيه لا مش اللي احنا فيه مش تفصيل التاريخ لا مش الانجازات لا مش الصرح العظيم لا يعني موضوع النهارده الربع عدينا كده الربع بس يكفيني ان انا اقول لك تسلم ايدك الوقت كان قليل على الحجم الكبير اللي حضرتك قدمته نعم كان يكفي الحجم بقى اللي هو مقدمه الحقيقي اللي على الارض والله العظيم ثلاثة ما كان يتعمل غير واحد بيحب قوي وقوي قوي ويقدر قوي يا محمد ده لما بيبقى في مؤتمر وام شهيد بتتكلم بحب الوطنية اللي تقدم الغالي والنفيس لمصر ابنها الغالي الرئيس بيدمع الاب الروحي للمصريين بيدمع ايوه موضوع كبير مش صغير ايوه هتقول لي على انجازات اذا كان بيحس بالام المصريه في اغلى حاجه عندها بيدمع وخليني اقول لك لما السيد الرئيس في يوم من الايام قال لك احنا فداها ولما بيبقى في بعد الف شهر عن كل المصريين وبيبقى في حاله شهداء موجودين ويحصل حاله من الحوادث الارهابيه دي نعم. والله بلمس وهو
بيسلم على اب ولا امه، بياخد بيديها العزاء، ان هو حاسس ان ده منه ابنه اللي حصل له كده. فكل كل لحظة فيها اسى انا حسيتها ومصدقها. نعم. خليني بس نروح للجو، الجو اللي الجميل، التعديلات الدستورية. هيبقى بعد المغردين اقول لك ده قاعدين بيطبلوا. يقول ايه رايك في الموضوع ده؟ يقول وخلي بالك المواقع هتطلع تتكلم، يعني في مواقع اللي هي المواقع اللي احنا بنقول عليها مواقع الشمال بتاعت الجماعه الشمال اللي قاعدين من الخارج اللي هم مغردين بمؤامراتهم، هتلاقيهم بيتكلموا عننا بعد والله بكره وبعد ما يمكن بعد ما نخلص يقول لك اصل دول قاعدين بنطبل. والله هقول لك على حاجه، وبنطبل لعرسينا وبنطبل لتصدير التاريخ وبنطبل لبلدنا. والله ما لناش غيرها، مصر ما لناش غيرها. انا هقول لك حاجه، اتفضل. لو الناس اعتبرت ان وصف الحقيقه دي والناس اعتبرت اللي انا بقوله ده له علاقه بالتطبيل فاعتبروه تطبيل، ولكن انا بتكلم عن واقع. في ظروف اقتصاديه كلنا بنعاني منها، كلنا بنعاني منها، صعبه شويه صعبه شويه، بس هتعدي محمد. هي مصر بس اللي بتعاني؟ لا، العالم كله بيعاني. دول كتير، العالم كله بيعاني من ده، دول كتير. خلينا نتكلم بقى عن اعاني. لو انا بعاني وبس اتضايقه، نعم، لكن احنا لا نعاني، او وان كان في بعض صعوبه في الحياه الاقتصاديه قدامها مشروعات، قدامها مستقبل، قدامها اكبر شبكه. انت بتتكلم في صرح عظيم وقصه كبيره. عندي شباب هتطلع من جامعتها على الشغل، ما ان في مشروعات محتاجه شباب، ولا احنا هنستورد صينيين يشتغلوا؟ لا، واقول لك حاجه بقى، دي وحاجه مهمه ومن ضمن انفراد برضه لقناه مصر البلد. اتفضل. النهارده بيجهز الشباب للاداره التنفيذيه، بيجهز الشباب للاماكن التنفيذية على مستوى المحافظات، على مستوى المدن، على مستوى الأماكن اللي موجودة في مصر. الشباب الكوادر الحقيقي ده انفراد حقيقي، لازم نبقى احنا مخلين بالنا ان في شباب بتجهز في الايام القادمه. يعني ممكن الاقي شاب عنده 25 سنه ونائب رئيس، نائب رئيس حي؟ ده انت يا محمد، انت المفروض ان احنا يعني متابعين هذا الامر من فتره وجيزه برنامج بكل جراءه وبرنامج احداث الساعه، ان في بعض الشباب الكوادر اللي تواجدوا داخل المحافظات نواب للمحافظين. طيب خلينا هاني نشوف الفيديو اللي معانا ده، وبرضو دي تغطية حية لبعض المشاهد المبهرة من وجهة نظري. شوفوها معايا كده، وخلينا اقول لك برضو يا استاذ هاني ان اليوم ده تحديدا من وجهة نظري انت وانت ماشي في الشارع، والله في حالة فرح. الله يا محمد. طيب ادي ده مشهد. الله يا محمد. المشهد ده واقع على الارض. الله. موجود وحصل. لا انا هقول لك حاجه، بشكر القوات المسلحه المصريه، بشكر الشرطه البواسل على كميه التامينات اللي موجوده النهارده على مستوى المحافظات. يا محمد التامين محترم قوي. بص الناس نازله، التامين محترم قوي. هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، الامن والامان. الناس نازله تفرح، نازله ترقص. بص المشهد عامل ازاي يا محمد. حاجة جميلة. وبص الست الكبيرة اللي موجودة. الله والشباب. الله. وده شباب حزب مستقبل الوطن، ونازلين يقولوا بحب شديد جدا نعم للتعديلات الدستورية. نعم. اليافطة. نعم. زي ما احنا شايفين افضل. وخلينا اقول لحضراتكم الشارع بجد فرحان. يعني خليني اقول لك طب احنا اول فرحان مره فرحان بالحاله. احنا اول مره نعمل حاله تعديلات دستوريه بالعرس ده. والله بجد. بس المصريين بيعنيدوا. يعني هي عشان تبقوا عارفين بس. عشان في حد هيقعد يشغل دماغه ويقول لك اشمعنى التعديلات دي تحديدا اللي بعد التعديلات. بس خلي بالك بقى، هيجي بقى المغردين واحنا بعد التعديلات على طول، واحنا في صناديق الفرزه او صناديق تجميع الاصوات او حاجه زي كده، هيقول لك بص اصل هم خلاص بقى ايه عملوا التعديلات. ده الايام الجايه، الايام الجايه وردي والله العظيم، الايام الجايه ايام حلوه، ايام بجد فيها خير للبلد. انت النهارده سطرت التاريخ. صحيح. النهارده عدلت مواد للدستور. لازم نبقى فاهم احنا بنعمل ايه. هيقول لك اصل تمد فتره الرئاسه اصلا عشان شيخ الازهر. كل ده شغل الاشاعات والسوشيال ميديا اللي لعبوا على كوادر من الشعب المصري. بس الشعب المصري فهم اللعبه ونزل بكثافه كبيره قوي. خلي بالك على حاجه. أفضل. انا بعمل كده يعني حصر لامبارح والنهارده. لا الاعداد كبيره قوي يا استاذ محمد. لا هو الاعداد كبيره. بص هي الاعداد كبيره ومش بس كبيره. اصل انا اللي كان بسطني ايه اقول لكم، انا اللي بسطني ان انا قبل كده اكيد مرينا بفترات لها علاقه بالاقتراعات اللي من النوع ده. نعم. لا المره دي الشوارع زحمه.
زحمه واداني واداني نفس احساس وقفه العيد مش عارف ليه. انا هقول لك والله العظيم جميل والله العظيم بقى جميل يا جماعه. هو مديني احساس وقفه العيد ليه؟ يوم وقفه العيد تلاقي العربيات زحمه والناس كلها مبتسمه وفرحانه وده مستني الشارع يعدي وده بيعترض ان الشارع زحمه لانه متاخر عايز يجيب حاجه ولاده قبل الساعه 12 ولا 1 بالليل. ده انا شفته امبارح الشوارع زحمه والعربيات عايزه تمشي وقدام المدارس ناس كتير. لا وشفت الكثافه امبارح كانت عامله ازاي؟ زحمه فجوه. انا كنت عارف ان الزحمه دي تبقى ثالث يوم. انا كنت متخيل كده يوم خلاص الوقت عزف فكله رايح في الزحمه. لا والساعه كام انا رحت بقى؟ احنا قلنا الكلام ده يا استاذ محمد. ما احنا بص يا محمد النهارده اما يلاقوا الموضوع واخد صوره غير اللي في خيال المصريين، فالمصريين نزلت ادت صوره انعكاس للي كانوا الجماعه اللي قاعدين بيحاولوا ان هم يتلاعبوا بيهم. قال لهم لا احنا موجودين اهو، وانت عارف مصر لما بتطلب شعبها شعبها ما بيتاخرش. تعرف انا اكتر كمان صوره كانت ملفته بالنسبه لي في اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه فاقدين البصر او فاقدين الاطراف معانا احنا صوره اللي من غير دراعات. انا كل التحيه وكل التقدير كل التحيه وكل التقدير دي حقيقة. لكل واحد دي حقيقة. جه شويتين ثلاثه على نفسه معانا يا جماعه صور زمايلنا في الاعداد يا ريت نعرضها. بقول لكم شكرا شكرا اولا لانكم مهتمين قوي تعيشوا الفرحه دي، شكرا لانكم حاسين ان بلدكم بتندح عليكم فنزلتوا لها، شكرا لانك رغم تعبك ورغم ظروفك. رساله يا محمد دي المفروض رساله قويه قوي لناس ما عندهاش وعي، لناس بتفكر ان هي لا تنزل ولا تطلع لا تشارك ولا ما تشاركش وانتوا قاعدين في مصر. انتوا مصريين انت ازاي يعني؟ انا عايز عارف بجد والله العظيم عايز اقول للجماعه دول انتوا ليه بعدين نفسكم عن المشي؟ وهيفوتك كتير والله لو ما نزلتش. دي حقيقه هيفوتك كتير. يعني هتقول ايه؟ يا ريتني رحت قعدت وشفت وسلمت واتفرجت واتصورت في يوم زي ده. والله العظيم هيفوتك كتير. دي حقيقه هيفوتك كده كده المشاركه بفضل الله جميله جدا وكده كده بفضل الله الناس اللي حاسه ببلدها واهميه المشاركه نزلت. ادي دي السيده وزيره الصحه السيده هاله زايد الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه نزلت وشاركت. جميل. زي ما احنا شايفين في صور تانية يا استاذ احمد من اهالينا دول نازلين يشاركوا واقفين طبعا جميلة. في الطابور مستنيين دورهم عشان يدلوا بالاصوات. بص يا بص يا سيدة بص يا محمد الله بتتحرك الله. بكرسي متحرك بيحركها حد منع عليها تنزل دي؟ لا حد قال لها انزلي شاركي وبيساعدها يعني بطل من ابطال القوات المسلحه طبعا طبعا. وهو بيعمل كده مش عشان الصوره اقسم بالله، هو مش بيعمل كده مش محتاجها، هو مش محتاج الصوره اقسم بالله ما بيعمل كده لا عشان الصوره ولا عشان انا ده شغلي، هو بيعمل كده بحب امي اللي انا ابنها محتاجه المساعده فاساعدها. امي اللي محتاجه مساعده فاساعدها. والله هو مش محتاج هو مش البطل ده كده. هو ده طباعته وعقيدته لما بينزل للشعب المصري بيقدم روحه بجد للشعب المصري، ما عندوش فكره عن انه هياخد صوره، ما عندوش فكره ان هو ده العقيده بتاعته، خدمه الوطن، خدمه امي، خدمه ابني، خدمه اخويا، خدمه اختي، هو نازل يعمل ده. ولازم ننزل بنشكره بجد ولازم ننزل مش بس عشان بلدنا، مش لازم ننزل بس عشان ولادنا، ولا مش لازم ننزل عشان انا بحبك يا سيادة الرئيس فانا هنزل عشان مش بس. وليه لا؟ ليه لا ما ننزلش عشان بنحبك يا ريس؟ ليه دي لا؟ انا قلت لا. لا يعني ليه ما ننزلش؟ أنا يعني أنا بعض الجماعة أنا قلت بعض مش الجماعة بس. ما انا بقول لك بعض الجماعة يا محمد اللي هم بيقول لك ايه؟ طب احنا ننزل عشان التعديلات بس. لا ننزل عشان الرئيس وعشان التعديلات وعشان البلد. ما انا بقول لك ومش بس. ليه احنا لو رجعنا ل 73 فاكر 73؟ لا كنتش اتولدت، فاكرها ازاي يعني؟ ايه؟ ما كنتش اتولدت فيها؟ اتولدت. ما سمعتش عنها؟ لا سمعت طبعا. الملحمة الوطنية لاقتحام خط برليف؟ ادي الصورة هي اللي بكلمك عنها. الله يا محمد. بص الله. بص. الله. ده اخويا. ده الفخر. ده اخويا. الفخر والعز. حبيبي ده من غير دراعات وقال انا هنزل. والله لو قلنا يعني بإيدي مش هنوفيه. وانا بإيدي الداخلية
ايده الداخليه اللي حركته قالت له اتحرك والله انزل. مهما نقول عليه مش هنقول فيه حرف والله العظيم. ثلاثة بقول لك شكرا. عايز اقول للجماعه بقى اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي ما نزلش والله العظيم المشهد ده ممكن معانا صوره ثانيه يا محمد برضه الاخت لينا نفس المشهد زي اخونا الجميل البطل ده بطل والله العظيم ده بطل ده بطل زيه زي اي بطل قدم خدمه للبلد. عايز اقول بقى للجماعه اللي قاعدين بيتفرجوا علينا احنا ما بنزيدش عليك ولا بنزيد على حد ده لما ينزل يشارك بكل وطنيه وبكل حب للبلد بلده ارضه عرضه حضرتك قاعد بتتفرج علينا بتعمل ايه؟ بتتفرج على المشاهد الجميله في الرقص قاعد انت بس من بره قاعد تقول عاملين الستات عماله ترقص والله العظيم دي فرحه فرحه من القلب. مفيش واحده هتطلع ترقص كده لما تكون فرحانه من القلب. مفيش واحد هيطلع يرقص كده لما يكون فرحان من القلب. الموضوع مش عمليه ان هو بيرقص وخلاص. ثم انا عايز اسال سؤال يعني مع احترامي الشديد، هو احنا ليه لو فكره رقص الست في الشاه خدوني على قد عقلي بقى في الدقيقه دي مهمه هو لو رقص الست في الشارع اصلا من وجهه نظر الحكماء اللي بيطلقوا على نفسهم الحكماء عيب. انهي حكماء؟ اللي بيطلقوا على نفسهم حكماء. هم حكماء؟ هم بيطلقوا كده. اها. هم فاهمين كده. السؤال بقى هو لو رقص الست عيب، الست اللي بتقولوا عليها ترقص عيب؟ بترقص في فرح في الشارع. الست اللي رقصت دي من حي شعبي ولما بتفرح بترقص في شارعها قدام جيرانها وبنقعد كلنا نسقف وبنحافظ عليها. لا ومفيش حد طلع يناقش ده في موضوع. انت بص بص يعني انا قصدي يا محمد المهم ده محمد حلو قوي على فكره يعني انا ما جاش حد ناقش قال لك احنا جايين نتكلم النهارده عن ظاهره ان الست اللي بترقص في الشارع احنا لازم نوقف الظاهره دي. لا هي مش ظاهره. هو من يوم ما وعيت على الدنيا بعرف ان في الاحياء الشعبيه في الحنة ولا في كاتب الكتاب ولا في التنجيد الست او الجيران الستات يتلموا يرقصوا في الشارع والجيران والفرح والجيران يسقفوا على بعض خلاص وده كان عادي يعني ده طبيعي وهي دي طريقه فرحه الناس المصريين دي الناس طبيعي. الطيبين الشعبيين دول اللي احنا منهم اللي هم كتار قوي بيرقصوا كده صح ودي تعبير عن الحب. نعم. لما تيجي هي ترقص للبلد لانها فرحانه لو انها حاسه لا 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 ده انت جيت في حته يا محمد خطيره قوي والله انا حسيتها وانا قاعد دلوقتي. انا ابني بفرح له ما بالك بقى انا ابني اللي بفرح له قدمته للبلد شهيد وجيت في الوقت ده برقص للبلد دي يعني قدمت ابني شهيد وبرقص للبلد دي يعني البلد اغلى من ابني اللي انا رقصت له بفرحه. ولو دي تهمه فدي احلى تهمه. لو بتتهمونا من وجهه نظركم او من وجهة نظر البعض ان الست دي عملت غلطة كبيرة ودي تهمة لا انا بقولك دي احلى تهمة. ليه؟ لان الست اللي انت اعتقدت من وجهة نظرك انك بتتريق ازاي تعمل كده هي عملت اللي انت ما عملتوش. هي نزلت هي اهتمت ببيتها وجوزها وولادها ونزلت تقول لبلدها حاضر. تاني الست دي عملت اللي حضرتك ما عملتوش. حضرتك قاعد تنظر وانت قاعد على الفيسبوك وانت قاعد على الكنبه فارد رجلك. الست دي بقى قامت بدري اكلت وشربت وظبطت امور بيتها ونزلت قالت لبلدها العين دي والعين دي. انت معاك فيديوهات يا محمد انا جاي في كنترول لسيدات مصر هم بيرقصوا. لو عندك فيديوهات يا عنده كتير قوي على فكره. ست مصريه بتحتفل نقول لها شكرا. يلا يا احمد والجماعه في الاعداد كده هاتوا لنا الصور الجميله وهاتوا لنا الفيديوهات دي فرحوا المصريين معانا كده ونحس المصريين على المشاركه ونقول للمصريين انزلوا وافرحوا. عرس عرس والله عرس لكل المصريين. اللي خلى المصريين من الخارج اللي قاعدين بقى في الخارج مش في الداخل مش بيشربوا من نيلها لا ده قاعدين من بره وبنكلمهم بكل احترام هم مصريين لا مزايدة على احد قاعدين بيرقصوا بيفرحوا بعلبة مصر. ما بالك المصريين في الداخل. لو معاك يا احمد حاجة طلعها كده بيطلع لنا. وخلينا اقول لك على جملة بقى والله اللي انا هقوله ده برضو من خلال اصل انا برضو انا مش قاعد في معرض السيراميك انا قاعد وسط الناس ده طبيعي يعني انا قاعد على القهوه بسمع اهالينا بيقولوا ايه لان انا منهم. يجي واحد يقول لك ايه يقول لك الناس اللي ترقص قدام اللجان والراجل اللي ماسك الشومه وبيرقص قدام اللجان والاهالي اللي عماله تسقف قدام اللجان. لا انا مش نازل هو اللي بيقول لا انا مش نازل. فانا اساله ما هي دي الفتنه بقى انا بقى اساله ما هو بيحس بالفتنه هنا ان بيكسر مقاديف اللي جنبه عشان ما ينزلش. خد بقى اللي جايه دي مش نازل
طب مش نازل ليه؟ لا 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 انا معترض على التعديلات الدستوريه. طب قول لي ايه هي بقى التعديلات اللي انت معترض عليها، وايه قول لي ايه هي المواد اللي انت شايفها وحشه، وانا يا سيدي هبقى معاك. يروح قايل لي ما عندوش، مش عارف، ما عندوش، هو ما عندوش، اما انت هو فاضي. طب انت مش عارف مش تسال يا باشا؟ فاضي يا عم محمد، فاضي. خلينا نشوف. ادي الله أحلينا. الله على الام المصريه الجميله يا محمد وعلامه النصر. يسرك يا سيسي عليق، تحيا الحكومه. ما شاء الله. ست بسيطة اهي، بسيطة، لا حد قال لها انزلي ولا حد قال لها روحي. تصرف من اللي يعبر عن حبه؟ طبعا. يعني هما الاثنين، يعني لو هي، انا مستمع حضرتك يا استاذ احمد من فضلك، لو هما الاثنين بتعمل كده من اي دافع كانت قالت الجملتين وسكتت والثانية مشيت. كده لا، دي حبه يا محمد، ودي زغرطة حب، ودي زغرطة حب، عامله علامة النصر، ودي بنحبك يا سيسي، وبنحب الحكومة عشان هي حكومتك يا سيسي. انت بقى عايز تتهم دي بإيه إن شاء الله؟ إنها بتحب؟ لا، دي بقى لا رقصت ولا سقفت، هتتهمها بإيه؟ هو اللي هيحب هيبقى بتحب مين؟ أيوة. كل المصريين. أيوة، هو اللي هيحب. هي بتقول بحبك يا سيسي. انت بقى لما تحب تطلع جمل أو بيت من شعرك المأجور المدفوع له فلوس ودولارات وتطلع من الست دي جمله، هتقول عليها ايه؟ غلطت في ايه انها قالت بتحب رأيك؟ طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، فضل. عشان حب المصريات لفخامه الاستاذ رئيس عبد الفتاح السيسي، بعض المغردين، الخونه، الكارهين، الخصصه، الحاقدين، السكيره، هياخدوا بعض الصور دي ويعكسوها بطريقه تانية، مش بشكل تاني، ولازم المصريين يكونوا فاهمين الكلام ده كويس. لازم ان يكون عندنا عقيده بحب الوطن. اللي بيحارب للوطن بيبقى قاعد في الوطن. اللي بيفكر ان هو يلعب في دماغ المصريين وقاعد من بره ينسى، لان المصريين فهموا ده، ودي الكثافه الحقيقيه اللي نزلت في الشارع المصري. انت عارف انا عايز اقول لك ايه برضه؟ عايز اقول لاهالينا، انا لو انا بكره استاذ هاني الهواري اللي قدامي ده، دي بجد يا محمد؟ ببروفه، احنا هنعمل بروفه ولا افكر بجد؟ لا، هنعمل بروفه، خلي الناس تشوف دي. اتفضل. بروفه، اتفضل. لو انا هعتبر نفسي، وانا ما يشرفنيش هبقى في هذا المثال يعني، حبيبي، ولكن حبيبي قصدي يا رب عشان اشرح حبيبي يعني. حبيبي. لو اعتبرت نفسي يا استاذ هاني لا سمح الله بكرهك، هطلع اقول المذيع اللي اسمه هاني الهواري طالع علينا ليله التعديلات الدستوريه، بدل ما يلبس جرافطه حمراء وقميص ابيض وبدله سود عشان يعبر عن حبه لعالم مصر جميل يا محمد ويحب الوطن، لابس ليموف، لازم يطلع، يطلع يا باشا، لازم يطلع ثغره يعكس المشهد، وشوفوا بيتكلم بايديه ازاي يا جماعه. وحاطط لون الاختبار، لون التعديلات، وانه نزل في الاسبوع الاولاني، في الاسبوع الاولاني. انت فعلا تستحق كل الكلام الوحش اللي في الدنيا. هو هنا بالبلد يعني عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، ده المثل البلدي. انا النهارده في تعديلات دستوريه وناس نزلت وناس بتنزل والدنيا زحمه موت والناس فرحانه وناس بتسقف والناس بترقص. انت مالك؟ بلاش. لو انت اعتبرت نفسك الوصي، او انا اللي دايما بقول النصيحه السليمه، بقول لحضرتك الله في سماه، الدولارات هي اللي تخليك تنطق. الدولار وهنا الرخص. هو في ده ليه الرخص؟ هو لسه في ده؟ هقول لك ليه الرخص يا محمد. انا عايز اسال سؤال. هو لسه في ده؟ هقول لك ليه الرخص. اللي بيبيع مبادئه وشرفه ممكن يبيعها بفلوس. اذا انت بتتصرف كما استغفر الله العظيم بفلوس، فبتتكلم عن بلدك وحش وانت تعلم انها حلوة، وبتتكلم عن شعبها وحش وانت تعلم انه كويس جدا وما فيش زيه في العالم، بتتكلم عن تراب وطن انت حلمك تيجي تشمه. الله، ايام ما كنت عايش في البلد دي ريحة ترابها وحشني وطعم ميتها وحشني، الحاجات دي ها اللي انت مش هتشمها ابدا، واللي انت هتموت
وتبقى اخر ذكرياتك هنا وانت طفل. محمد بالله عليك السؤال هنا اتفضل. يعني انت قاعد عمال من بره وعمال بتتقمص دور الحكيم على البلد، هل لما تكبر في السن وانت قاعد بره البلد احساسك هيبقى ايه؟ انا هقول لك احساسي في اكيد في لقاء تاني، لاني للاسف وقتنا نفذ. معقوله؟ اه. بشكرك جدا وعلى وعد اللقاء تاني. لا ده انا اللي سعيد جدا يا محمد النهارده بالكلام، واتمنى اقنعك ان شاء الله تبقى بكره معايا ان شاء الله في كل جراءه في الجزء الاولاني. اتمنى يعني حبيبي يا محمد، شرف ليا طبعا. انا سعيد جدا جدا النهارده معاك في اللقاء ده بامانه. وتاني يوم للاستفتاء، وبنقول للناس يعني حاولوا ان انتوا اللي واخد فكره سيئه عن العرس الجميل ده ينزل ويشارك بجد. بشكرك جدا، وان شاء الله على وعد بلقاء تاني نبقى موجودين مع الشعب. مصر البلد لكل البلد، مصر البلد مع البلد، مصر البلد بتقول بصوت عالي نعم للتعديلات الدستورية، مصر البلد لكل البلد، نعم لعرس البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.